في ايه يا ننوس؟ امك بتعيط ليه يا حبيبي؟ انت شكلك كده حبيبي عايز تغير. انا هغير لك يا نن عن امك. يلا غير يا حبيبي. هوبا، برافو عليك، شاطر. ماما ماما عايز العب مع اخويا الصغير يا ماما. ما ينفعش يا اردون يا حبيبي، لما اخوك يكبر ويبقى قدك وبألعب معاه هو ما يعرفش يمشي. حاضر يا ماما، انا هروح العب مع سيمبا وزروفة في الجنينة. باي. ازيك يا زروفة؟ ازيك يا سيمبا؟ احنا عايزين نلعب مع بعض بالكرة بقى. يلا يلا يا زروفة، يلا يا اردون، انا جبت الكرة معايا اهو. يلا شوت يا اردون، شوت الكرة يا اردون عليا بسرعة. اصحابي عايز العب معاكم بالكرة يا اصحابي. ايه ده، مين اللي بيتكلم؟ الفيل التخين ده، انت تخين، نلعبك معانا ليه يعني؟ انا صاحبك وعايز العب معاكم بالكرة، لعبوني معاكم. لا طبعا يا فيل يا تخين، يلا امشي من هنا، مش هنلعبك معانا، انت تخين قوي. مش عايز العب معاكم. ماما انا رحت العب مع اصحابي والفيل جه عشان يلعب معانا، مرضتش العبه وقعدت اقول له يا تخين يا تخين. عيب يا سيمبا، ما ينفعش نغلط في اصحابنا، وهو فيل ربنا خلقه كده وانت خلقك كده، ما ينفعش ان احنا نغلط في بعض وان احنا نتريق على بعض. انت كبير يا سيمبا، اوعى تكون دماغك صغيرة زي اصحابك. انا اسف يا ماما، انا ما كنتش هتريق عليه تاني وهخليه يلعب معانا، انا لما انزل العب مع اصحابي هتأسف له. شاطر يا سيمبا، انت حبيب ماما. يلا خلي بالك من البيت، انا راح اشتري حاجات من السوق وجاية. ياه انا جعانة قوي، عايزة اشوف اي حاجة اكلها. ايه ده اللي انا عملته ده؟ ده شكلي في حريقة كتير قوي، اعمل ايه؟ الحقوني الحقوني الحقوني. ايه ده، ما تقلقش يا صديقي، انا هنقذك انا هنقذك. شكرا قوي ليك يا فلافيلو انك نقذت ابني. وبكده خلصت حكايتنا، شكرا يا اصحابي. وياريت يا اصحابي ما نزعلش اصدقائنا مننا ونحب بعض. شكرا يا اصحابي، ما تنسوش تعملوا الاشتراك.